اذا كمان في عندي input function ممكن تكون الرام. والرام هي عباره الرام اللي هي عباره عن خط مائل له ميلان. نفس الشيء الرام ما له وجود قبل تايم زيرو. راح تلاقي الرام بهذا الشكل واللي هي تي. اذا بدي اكون دقيق هي مش تي، هي اذا اكون دقيقين شو هي function الرام؟ يو اوف تي. تي يو اوف تي. اذا الرام فانكشن هي تي يو اوف تي. اليو اوف تي بس حطيناها هون عشان ايش تعمل؟ عشان تصير هذا البارت اللي موجود هون. انا ما بعتبر انه في شيء قبل تايم زيرو، في كوز عشان ما بصيرش اشياء قبل تايم زيرو. اذا هذه طبعا تساوي زيرو تي ليس ذان اور ايكوال تو زيرو وتي مومنت. اذا قيمتها عباره عن رام. هل في سيستمز انا بفحصها بالرام؟ ممكن ممكن احط سيستم افحصه بالرام زي اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي تيرمينال جرام. انا فعليا انا بروح على السيستم كان صعب احط على ستيك فانكشن، بحط تيرمينال جرام، بحط هيك بحط رام وبعدين بنتج مره ثانيه وبرجع ل زيرو. هلا هذه عندي هون الترانسفير فانكشن تبعتها عندي تي يو اوف تي 1 على اس سكوير. تي يو اوف تي 1 على اس سكوير صار العلاقه ما بين الرام والهارد. إذا خلينا نلخص الأشياء اللي عملناها لحد الآن. عندي لامدا تي 1 يو اوف تي 1 لا بلس وانفرس لا بلس ترانسبورت عندي هون 1 على اس. بعدين عندي تي يو اوف تي 1 على اس سكوير. وبعدين هلا بدنا نحاول نطلع على النوع الاخير اللي هو احيانا بنستعمل شيء اسمه بارابوليك انبوت. بارابوليك انبوت عندي هون هذا الشكل ايش؟ تي سكوير قبل زيرو. زيرو اذا البارابوليك انبوت شو المفروض يساوي كمان؟ يو اوف تي يو اوف تي مضروب في تي سكوير. وكمان ممكن السيستم اللي افحصه اللي ادخل عليه تي سكوير. هلا عندي البارابوليك انبوت لا بلس ترانسبورت بدخلها على سيستم.